السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. النهاردة هنتكلم على الانترنشيبس، وهنتكلم على كل حاجة تخص الانترنشيبس. هنتكلم على الانترنشيبس الريموتلي، هنتكلم على الانترنشيبس الأوفلاين، إمتى تقدم على الريموتلي، إمتى تقدم على الأوفلاين، إيه الوقت المناسب للتقديم على الانترنشيب، إمتى تحس إنك جاهز عشان تقدم على الانترنشيب، لو هتراسل دكتور إزاي تراسل الدكتور، وإزاي تلاقي المعامل، وإزاي تكتب لهم إيميل، and so on. هنتكلم في حاجات كتيرة جدا 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 النهاردة ليها علاقة بالانترنشيبس. وطبعا قبل ما نقول كل ده هنقول إيه هي الانترنشيبس أصلا، وليه هي مفيدة، وإيه هي اللي بتضيفه ليك الانترنشيبس في السي بتاعك وفي الكارير بتاعك وفي الاكسبيرينس بتاعتك. ولكن قبل ما ابدا الفيديو محتاج افكركم بثلاث حاجات. اولا تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه زي ما اتفقنا ان ده هيكون المقابل اللي انت هتدفعه عشان تتفرج على الفيديو. انا شايفك، يعني هعرف الناس، هعرف عدد الناس اللي اتفرجت وعدد الناس اللي عملت اشتراك، فيعني ايه لو ما دفعتش البيمنت مش هتتفرج على الفيديو. however والحاجة التالتة حابب افكركم انه لو انت مهتم بالكانسر بيولوجي في كورس introduction to cancer biology انا عامله موجود على في الديسكريبشن، تقدر تخش وتسجل وفي حد هتوصل معاك وتتكلم عن الكورس بتاع introduction to cancer biology. يلا بينا نبدأ. اول حاجة ايه هي الانترنشيب وليه هي مهمة. الانترنشيب هي تختلف عن التريننج. يعني مثلا لما انت بتبقى في سنة اولى في سنة ثانية الناس تقولك انزل خد تريننج اتعلم الاساسيات بتاعت المجال بتاعك، اتعلم اساسيات بتاعت الميوليكولار بيولوجي، الدي ان اكستراكشن، الار ان اي ايزوليشن، الجيل الكتروفريزز اند سو اون. الانترنشيب بتختلف شويه، هي ان انت مش بتستقبل معلومات وبتبقى في تريننج، هي بتبقى انت بتشتغل في معمل والمعمل ده بيكون عنده مشاريع وبالتالي بيحطوك في المشاريع بتاعتهم، فانت مش بس بتستقبل معلومات، انت بتشتغل وبتحط ايدك في المجال بتاعك بشكل او باخر، لان المشاريع اللي بتشتغل في المعامل اللي انت او المشاريع الموجوده في العمل اللي انت بتاخد الانترنشيب فيها بتبقى مشاريع حقيقيه، حاجه كده ريال لايف. وبالتالي انت بتاخد اكسبيرينس كبيره جدا عمرك ما هتاخدها باي تريننج. ولكن الحاجه الثانيه المهمه جدا انه امتى اصلا انا اكون جاهز للانترنشيب. الانترنشيب ما ينفعش تاخدها وانت في سنه اولى، ما ينفعش تاخدها في سنه ثانيه، لان الانترنشيب عايز حد هو اوريدي عنده معرفه بالمجال، مش جاي من الصفر، مش جاي من الزيرو. وبالتالي مهمة جدا ان انت قبل ما تفكر انك تاخد انترنشيب لكن لازم تاخد مجموعة من الترينينجز عشان تتعلم الاساسيات، عشان لما تقول للحد انا عايز اشتغل معاك في المعمل بتاعك يبقى عندك حاجة تقول له انا اقدر اعملها وهو يقدر يقبلك بناء عليها. طيب في اكتر من طريقة انك تاخد انترنشيب. ممكن تاخد انترنشيب في بلدك سواء كانت في مصر او في اي دولة عربية، تقدر ان انت تقدم على انترنشيب في معمل من المعامل اللي موجودة في بلدك في مركز بحثي. الحاجة التانية هي ان انت تروح تسافر تعمل انترنشيب برا مصر او برا بلدك، تبقى حاجة اوفلاين، تسافر وتقدم على حاجة والحاجة دي تتقبل وتعملك انترفيو and so on، وتسافر تروح لهم هما بيقدموا لك المنحة ديا وانت في الاندرجراد. والحاجة التالتة او الطريقة التالتة هي ان انت تعمل ريموتلي انترنشيب. دي الكيس بتاعتي، لان انا ساعتها كنا في كورونا وبالتالي العالم كله كان مقفول واخدت ريموت انترنشيب لمدة 6 شهور في هيلم هولتس في المانيا. طيب امتى تعمل كل حاجه من الحاجات دي وايه التوقيت المناسب ليها من وجهه نظري؟ او في بعض الاحيان مش وجهه نظري، في بعض الاحيان انت يو هاف تو، ده الوقت المناسب، ده الوقت اللي الانترنشيب متاحه فيه. لو انت هتقدم في بلدك فيفضل ان انت من سنه ثانيه من سنه ثالثه تبدا تدور على معمل يقدر ان هو يقبلك، او ممكن تعمل الانترنشيب في بلدك على اساس البروجكت بتاع التخرج بتاعك. يعني ممكن البروجكت بتاع التخرج بتاعك تكلم حد من الجامعة بتاعتك تقول لهم انا عايز اعمل معاكم انترنشيب، اعمل مشروع تخرج بتاعي، وهم يدخلوك في المشروع بتاعهم او تعمل مشروع تخرج بتاعك او ايا كان. دي سهلة ودي بسيطة، تقدر تتواصل مع اي حد من الجامعة بتاعتك او اي حد في مصر في بلدك تقول له انا عايز اخد انترنشيب، عايز اتعلم ازاي اشتغل في معمل، انا عملت 1 2 3 وعايز ان انا اخد اكسبيرينس من المعمل بتاع حضرتك. شكرا. الحاجة التانية واللي انا بشوفها في ناس كتير قوي متجاهلها هي ان انت تاخد انترنشيب وتسافر بره. تسافر بره دي مهمه جدا، هتديك اكسبيرينس كبيره جدا مش بس في العلم ولكن حتى في الحياه، هيبقى كانك بتجهز نفسك لمرحله ما بعد التخرج. ولكن للاسف معظم الانترنشيبس اللي هي اوف لاين بيبقى ليها وقت معين، وغالبا الوقت المعين ده هو ان انت تسافر في اجازه سنه ثالثه، لان هي دايما بيبقى محتاجين طالب يكون لسه في الاندرجراد لسه ما تخرجش، بتكون الشروط ان انت خلصت سنتين من الكليه بتاعتك عشان تكون خدت شويه اساسيات من الكليه، وبالتالي في اجازه السنه الثالثه بتسافر.
وبالتالي ده مهم جدا ان اللي عايز يسافر اوف لاين انترنشيب، معظم الاوف لاين انترنشيب بتبقى في اجازه سنه ثالثه، وبالتالي انت بتدور عليها وانت في سنه ثانيه وتشوف ايه الانترنشيبس الموجوده المتاحه وتقدم فيها. الانترنشيبس الاوف لاين عاده مش بتتم عن طريق التواصل مع الدكاتره، بتتم عن طريق ويب سايتس بتبقى في انستيتيوت معين او في جامعه معينه او في بلد معينه، وبتقدم ابلكيشن مش بتراسل دكاتره، وهنا الموضوع شويه مختلف. ودي معلومه مهمه جدا لو انت عايز تسافر اوف لاين، تشوف ايه الانترنشيبس المتاحه في مجالك بتسافر اوف لاين، وبيوفروا لك المنحه بتاعه السفر دي كلها، وبيوفروا لك بوكيت ماني كل شهر، وتقدر ان انت تقدم فيها از ابلكيشن، يبقى انت مش محتاج تتواصل مع دكاتره خالص في الاوبشن رقم 2. الاوبشن رقم 3 وهو الريموت انترنشيب. الريموت انترنشيب ممكن تعملها في اي وقت، سواء انت عملتها قبل التخرج مثلا في سنه ثالثه في سنه رابعه او ايا كان، او بعد التخرج. انا في الحاله بتاعتي عملتها بعد التخرج واخدت 6 شهور انترنشيب. دي بتتم عن طريق التواصل مع الدكاتره، وبالتالي دي مش ابلكيشن زي المرحله اللي قبلها. بتكتب ايميل لدكتور تقول له لو سمحت انا عندي باك جراوند بتاعتي كذا، انا بعرف اعمل 1 2 3، وانا حابب اخد انترنشيب 6 شهور ريموتلي، وتوضح له دون في الايميل في المعمل بتاعك. في 3 فيديوهات انا عملتهم اتكلمت فيهم عن ازاي تكتب الايميل، واتكلمت فيهم عن ازاي تلاقي معمل اصلا، وازاي تراسل المعمل دون في مرحله الريموت انترنشيب. تقدر تشوفهم او هيظهروا لك هنا او هنا، تقدر تشوفهم في سلسله فيديوهات تانية انا اتكلمت فيها بالتفصيل على الانترنشيب. واحده من ضمن الحاجات اللي انت لازم تاخد بالها وانت بتقدم على الانترنشيب الاوفلاين، الناس بتبص على تقديرك، وبالتالي غالبا بيبقوا طالبين مينيمم للتقدير، تلاقيهم مثلا طالبين 3.2 3.1 3.3. however التقدير بتاعك مهم جدا في موضوع الانترنشيب الاوفلاين. لازم تاخد بالك ان بيبقى في كومبيتيشن كبيره جدا في الانترنشيب دي، لانه مش انت بس اللي بتقدم، ده ابلكيشن مفتوح للكل، وبالتالي دول العالم كلها بتقدم معاك، انت مش بتقدم لوحدك، فالمنافسه كبيره جدا، وبالتالي انت محتاج تكتب ريكومنديشن ليتر، محتاج تكتب موتيفيشن ليتر، محتاج حد يكتب لك ريكومنديشن ليتر، ومحتاج تبقى تكون مجهز السي في بتاعك اند سو اون. هنتكلم على الحاجات دي قدام، ولكن دلوقتي اعرف ان الكومبيتيشن في الانترنشيب حتى لو هي كانت حاجه بسيطه لمده 6 شهور لمده 3 شهور او 4 شهور في اجازه الصيف، فهي ستيل فيها كومبيتيشن، وكومبيتيشن عاليه جدا. من ضمن الحاجات تاخد بالك منها في الريموت للانترنشيب ان لو انت بتراسل بي اي، فالبي اي الريكويرمنتس بتاعته مختلفه شويه. لو بتراسل مشرف والمراسله دي انا عن طريق الايميل، فغالبا بيكون بيدور على حد عنده اكسبيرينس اكتر من حد تقديره عالي قوي، وبالتالي لو انت بتفكر تاخد ريموت انترنشيب لازم يكون عندك حاجه تقدمها للمعمل. الموضوع هيبقى هو هيفيدك ان هو هيساعدك تتعلم، ولكن هو مش عايز حد من الصفر، مش عايز حد يعلمه من البدايات. وانا فاكر انه في الانترنشيب بتاعتي اللي انا اخدتها ريموتلي، انا كان عندي شويه اكسبيرينس، وبالتالي انا بساعدهم في شغلهم في المعمل، وفي نفس الوقت بتعلم ازاي اشتغل على مشاريع حقيقيه. وبالتالي البي اي هو بيبقى محتاج ان هو يشوف ان انت عندك القدره ان انت تعمل البيزكس، الاساسيات او التاسكات الاساسيه اللي هم شغالين فيها في المعمل. وانت بتراسل دكتور او مشرف لازم يكون المراسله مش عشوائيه، بعد اذنكم مش اي حد تبعت له ايميل. وبعد اذنكم مراسله الدكتور بتبقى لو انت عايز تاخد انترنشيب يكون انت هو في ماتشنج ما بينكم، حضرتك بتشتغل في مجال هو بيشتغل في نفس المجال، انت مهتم بمجال هو بيشتغل في نفس المجال، وبالتالي لازم تاخد بالك ان اللي بتبعت له ما يكونش بعيد عن مجالك، ما يكونش بعيد عن النقطه البحثيه اللي انت مهتم بيها، ما يكونش بعيد عن الاكسبيرينس اللي عندك اند سو اون. لازم يبقى في اي نوع من انواع التقارب ما بينك وما بين البي اي او المشرف اللي انت بتبعت له الايميل. اخيرا وليس اخرا، في بعض المجالات ما ينفعلهاش الريموت انترنشيب، وبالتالي لو انت اتخرجت وعايز تاخد ريموت انترنشيب وانت بتشتغل في الويت لاب، ما اعتقدش ان الريموت انترنشيب هيكون مفيده ليك. الريموت انترنشيب هتكون مفيده للناس اللي هي ينفع تشتغل حاجه ريموتلي، زي البايو انفورماتكس، زي الكمبيوتيشنال بيولوجي، زي الذكاء الاصطناعي اند سو اون. المجالات دي ينفع ان انت تشتغل فيها ريموتلي، ولكن مجالات ثانيه زي الويت لاب، الناس اللي بتشتغل على في المعمل، ما اعتقدش ريموت انترنشيب هتكون مفيده ليك. ولذلك وانت دلوقتي في سنه اولى او في سنه ثانيه تحاول تجهز نفسك انك تقدم على الاوفلاين انترنشيب مش الريموت انترنشيب، لان الريموت انترنشيب مش هتكون مفيده ليك، ولكن
اوفلاين انترنشيب هتكون مفيده لانك فيزيكلي هتكون في المكان او في المعمل، وبالتالي تشتغل على شغل الويت لاب او تقدر تشتغل في المعمل اللي انت هتتقبل فيه. فلو انت دلوقتي في سنه اولى او سنه ثانيه، جهز نفسك. التوقيت الوحيد او معظم الحالات بيكون التوقيت الوحيد للتقديم على الاوفلاين انترنشيب هو في سنه ثالثه. يبقى تجهز نفسك وانت في سنة أولى وفي سنة تانية، تدور على الانترنشيبس المتاحة في المجال بتاعك وتقدم فيها، لأنه القبول بيبقى في أجازة السنة الثالثة، وبتروح تسافر البلد دي لمدة 3 أو 4 شهور تاخد الانترنشيب وترجع بلدك تاني عشان تكمل سنة رابعة وتتخرج. الخلاصة إن الانترنشيب بتديك ريسيرش اكسبيرينس، لأن المرحلة اللي بعد كده لما تتخرج كل الناس طالبة منك ريسيرش اكسبيرينس، سواء كنت بتقدم على جامعة، سواء كنت بتقدم على منحه، لان الكومبيتيشن بتبقى عاليه جدا، وفي ناس بيبقى عندها ريسيرش اكسبيرينس، وتبقى محتاج تتكلم على الموتيفيشن بتاعك في المجال، او بتقدم على بي اتش دي دايركت بعد التخرج. كل الحاجات دي بيكونوا طالبين منك بشكل او باخر ريسيرش اكسبيرينس، ولو مش طالبين بشكل او باخر ريسيرش اكسبيرينس، ده بيتقل السي في بتاعك ان انت اوريدي مريت بمرحله الريسيرش اكسبيرينس وعندك ريسيرش اكسبيرينس ودخلت جوه المجال بتاعك وعندك خبره ولو صغيره فيه. شكرا، اشوفكم الحلقه الجايه وهنتكلم فيها عن القبول في الجامعات، وسلام عليكم.